أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً. واليوم مثل ما وعدنا كلنا بدنا نحكي عن العمر الطويل. يا طويل العمر، بتعرفوا هيدي هيك مجاملات بيقولوا الناس طويل العمر. في جبل بإيران اسمه جبل علي، بس يولد الطفل البيبي زته بالتلج بالجبل بالوادي، إذا مات مات. هيدي بطلوا يعملوها هلأ، بس في مطارح بعدهم بيعملوها، وحتى بلبنان في بركة بيحطوا فيها لها، بعدين صارت المعمودية يعني. ولكن هي هيدا امتحان، ننتبه، اسمه شوكينج، الصدمة اللي ما بتموتك بتقويك. الإنسان on the cracks you live longer، على الصدمة you become powerful، بتقوى. وما ماتت، انتبهوا، خلينا نعيش هالصدمات هاي كلها. بتصير الحروب، الدمار، المجاعة. يا الله زحطت، كنت هيك رحت هون، زقوا اجريه، الحمد لله ما صار له شيء، وقع. فإذا ما نخاف من هون، هيدي تجارب بتصير، وإذا متنا ما في موت، فينا موت، الحمد لله. شو ما صار لا يصيبنا إلا. ولكن علميا اليوم بالعلم رح فرجيكم هالصورة. وين بدي فرجيكم؟ ها بحي، كل 7 سنين شو عم بيصير؟ بكل الطرق بكل الديانات حكيوا، أول 7 سنين الماما بتهتم أكثر من البابا، تاني 7 سنين، تالت 21، ويلا يلا يلا 70 10. آخر شيء منحضر حالنا للجسر الثاني، أو للآخرة أو للوطن. هالصورة بيحكيها بحلو بجمال أشياء كثيرة، وبيعطيك قصص وحكايات. وكل واحد منا كان في برحم الأم اثنين، في واحد قال له أنا ما بدي أطلع، أنا هون مبسوط باكل وبشرب وبنام وإلي سقى، بعرف شو هيدا، بس هون بدي اياه موجود. قال له بس بدنا نموت اذا بقينا هون. قال له واذا طلعت لبرا كمان بدي موت. قال له بس اذا طلعنا لبرا بنكون تعلمنا شيء جديد. انا بدي اطلع. قال له لا انا بدي ضلني هون. هيك مات بخياره. وهيداك طلع كمان بخياره. طلع شاف وجه هيك حلو كثير. بس أنا كمان كنت شوفك أنت وجوا the original face، هيدا مش وجهنا يا أخوتي، مشان هيك الحبيب محمد منع صورناكم بالأرحام، ما في له صورة، صورته مش يلي الجسد هون، هيدا بيموت. سنتين ثلاثة وفي منهم كتار هلأ ما عم بيحكوا لأنه عايشين وما إلها كلام. بس أول 7 سنين ببلش يحكي ببلش يمشي، ونحن ما عندنا هالعلم، جمال ولا بس يبلش يمشي، قطع نفس. ما أنت عم بتعدي الأيام، صار عمره 3 أسابيع ويومين، صار عمره 3 شهور وجمعة، بعدين نصير أحلى 10 سنين عند المرأة بين 28 و30، ما بقى لنا احترام وعلم وفهم للعمر. ولكن هالعمر منو عمر الجسد، هيدا عمر للساجد بهالجسد. هالعمر يلي عايشه جوا انت، عشت 9 أشهر ببطن امك 90 مليون ألف سنة وسنة، ما العمر هيدا التقويم الهجري او المسيحي او شو ما بدك ميلادي حسب القمر والنجوم وهيك. بس نحن لم نخلق ولا منموت، ما عنا عمر محدد. التحديد بصير هون بالجسد، مرضنا ما مرضنا، متنا منطلع على تاني جسر، بموت وبيقوم، التقمص، العودة، مثل ما بدكم سموهم. ما منموت وما منخلق، ولكن وين منروح؟ أول 7 سنين. هلأ رح أحكيها بعلم، وهيك بدها تمرق هي. أول 7 سنين البنت والصبي بتتعرف على حالها، البنت تركيا تعرف حالها، كلنا عيب وددي، نحن حطينا ورقة توتان كنا فطسنا،
اتركيها واحكوا بعلم بسيط وفهم. ماما انا منين جيت؟ بتبلش بدها تخبرها، لانه صاحبتي بالمدرسه قالت انه هي اجت من المنصوره. نحن من القاهره. اسال السؤال بالسؤال. ما تبلشوا تخبروا اللي بتعرفوه. هذه اول 7 سنين اوتو سيكشوال. بنت بتتعرف على حالها والصبي بيتعرف على حاله. 8 9 بصير هو بده يعرف الصبي اكثر. صاحبي معه. هيدي بتصير هوموسيكشوال بس بدون سكس. انه الصبي وانت كيف وهيك وانت البنت. في تي شيرت انا مره لبستها وجيت فيها على مطار على لبنان، كلهم طلعوا مره بعملوا لابسه التي شيرت. ساعتها عرفت انه انا ماني بامريكا ماني بالهند، انا بلبنان. يعني هالتي شيرت بنت وصبي صغار هيك 8 أو 9. الماما عاد مزلطتهم وعم بيتحمموا بفرجيك يوهن هيك ظهرون والبنت عم تتطلع هيك وخي عم بيتطلع هيك. قال دونت تاتش مي يو اوريدي بروك يورز. لا تقريني انت طشتي اللي عندك. مهضومين وحطوهم بشيلوا الكبد. 14 الصبي، البنت 12 عندها وعي قبل. بصير الا لاخته بس الماما بتعيط علينا والبابا بيفرطنا والاستاذ والمعلمه والرابي والابونا. هيدا الخوف، هيدا الخوف اللي جايب هالكبت وهالفلت وهالحرب وهالدمار. الحبيب محمد حط علم الرجل القوام منعوا. ايام بودا حطه، محمد حط العلم، وعلي حط العلم، والمسيح عيب. هلا بال 14 بصير يتعرف على صاحبة اخته وهي كمان. من ال 14 15 16 17 18 19. البي بيحكي مع الصبي والماما بتحكي مع البنت، وشو ما سالوه على قدر عقولهم على قدر الكبايه اللي معهم. والمدرسه تبلش تحكي، بس ما عندنا مدارس بامه العرب برا، اسمها هوم سكولينج. سو هلا 14 البابا عم بيحكي معه، ماما عم تحكي معه، اذا المدرسه والرهبات اللي عم بيتعلموا عندهم، ولكن حطوا كتب واحكوا معه بكل علم وادب وفهم. الماما هلا البنت عمرها 14 واصغر، الماما بتتحمم هي وبنتها، والبابا بيتحلم تعال نتحمم مع ابنه. وشو ما قال له ننتبه الحديث ما يكون كثير وما نكذب. قد ما كذبنا على اولادنا اجا ولدين هيك 13 14. قال له تيتا نحن منين جينا؟ قالت من الملفوف يا تيتا. قال له بخبرها او بخليها حماره؟ قال له اترك حماره ضروري تعرف. بيفهموا الاولاد يعني اليوم ما بقى في انترنت. سو 21 صار رفيقك وفتش على رفيقته. 28 صار اب وزوج وحبيب ورفيق وصار عنده اطفال. رجع يلعب الدور يلي هو من اهله ما اخده، عم بيعطيه لاولاده. كل واحد بيتقدم اكثر من الثاني. في وحده ضيعت جوزها، هي حقيقه عندنا بامريكا بالحي. بتعرفها رجالي بفلتوا فعلا. ما تعطي خبر للبوليس، اخذت مع سوزي صغيره هيك 7 8 سنين. راحت مع عند البوليس. قال لها مدام انه قولي لي يعني شو جوزي؟ قالت له طويل هيك 1.80 متر. كتاف اراض، عيونه خضر، شعراته هيك، و حسابه بالبنك هالقد، وسيارته هيك. قلت لها مامي دادي دازنت لوك لايك ذيس، بيي مش هيك. قلت لها اسكتي مين بده اياه؟ خليه يجيبوا له واحد تاني. ما زلحوا بدهم يفتشوا لها رجال.
الاولاد ما فيك تكذب عليهم انه بي هي مهضوم النكتين وصارت عنا بالحي يعني والشطير صارت العالم بيحكي فيها بس بتشوف انه الولد متمسك ببيه يلي بهالشكل لا مش بهالشكل احنا مش شكل احنا مش كبية هالكبية فيها المي او هالخمرة او هالمري بس ما نكذب على اولادنا وما نقول لهم كل شيء بعدين تتعلم منه جورجيف وقت اللي ماتت امه عمره 8 سنين سال بيي وين راحت امي؟ ما قال له عند اليسوع بسبه شال يسوع شلني ومرضني ما بدي البي عم بيشرب ارجيله او غليون او دخان سيجاره قال له كيف بدي اقول لك؟ هاو كان اي بوت ات كيف بدي احطها هيدي بس بعرف انه نحن ما منموت فرجه الدخان منروح مطرح بس ما منموت ما بعرف يمكن مندوب بكره انت بس تعرف بتقلي ما فينا نحكي معهم يعني بس كمان فينا نحس فيهم تركها بابنه 9 10 11 12 13 14 عم بيكبر بهالطاقة وتشوفوا القصة شوفوا الفيلم قصة حياته أنا كل يوم كل لحظة بعيش هالحقيقة بتصير تعيش فيي وتكبر أكثر وأعرف الحقيقة وتعلمها هون بأمة العرب إجا على حلب بلد الثقافة يلي هي سوريا إذا اشتدت عليكم المحن عليكم بالشام وباليمن الشام فيها 7 أبواب و9 و11 ومش 9/11 هالأبواب مفتوحة إلى مقرات كتير كبيرة ومجرات وأنت اللي بتقرر بأي مقر بدك تكون موجودين فيك سو هلأ بال21 بال28 وبيبلش بيزيدوا إلا أنه بتوصل لمطرح يعني 65 صرت 70 يعني طيب عملت مصاري وعلمت ولادي وصار عندي أحفاد لوين رايح كل واحد منا بال70 ما بده يروح على الحرب ما بده يعمل دمار ما بقى بده مال انا رايحه القبر شو فيها حضروا فلات لاينر بتشوفوها بتشوف وين رايح وجها لوجه ما بقى في كذب كلهم شافوا الموت 5 أطباء يقولوا هلا صدقتوا انه في حياه بعد الموت قامت المره جوليا روبرتس قالت له في مره ماتت تحت ايدي بالمستشفى وقالت اشياء اكيد في حياه بعد ما قال له بتصدق هيك ما في حياه بعد ما في سما ما في جنه ما في شيء الناس كذبت بلاد دينت كذبت قام واحد قال له انا كمان عم بحس في شيء بعد الموت تعال نعملها قال له كيف؟ قال له انا طبيب قلب هاي المكنه بوقف القلب ثانيه بتجربه قال ايه فرشي عند المكنه لحظة هيدي قبل الموت نير ديث اكسبيرينس وكلهم شافوا شو عاملين غلطة لحقتهم على القبر وبأضعاف وما حدا بيخلصنا كانت جوليا روبرتس إلا أما كله منك بيي قطع حاله أنت المجرمة شافت بيها عمرها 5 سنين قال لها أنا بس شفتك استحيت منك لأنك كنت عم بياخذ مخدرات بس شفتك عملت هيك شديت بالإبرة أنا اللي قدرت حالي مش أنت عرفت إنه أمي قالتها لأنه بتحبني وفي واحد كان معه بنت صغيرة بالمدرسة سودة وهو أبيض ضل يقول لها أغلي بلاك أنت بس عشوطة إجا له الأسود إجت لها الضغيني وهالهيك وهالهيك عرف شاف هالبنت وهيك راح لعندها يعتذر وهيك قالت له أنا عم بشتغل بالزريعة وبالزهور شوفوا الفيلم مش حلو وفي واحد تاري في صبي بالشجرة هي الطبيب اللي عمل المكنة وفي كلب لبط الكلب الكلب لبط الشجرة على الشجرة فيها ولد وقع الولد ومات شو بتريد تعمل هالمات هالولد مات بسببه شايفوا هونيك كلهم رجعوا هيدا رح يموت خلاص رح ياخذ الموت
سأل له سامحني اغفر لي لهالطفل، أنا ما عرفت إنه هيك، سامحني دخيلك خليني موت بسلام، سامحوا هالطفل ورجع تنفس وطلع. وكلهم راحوا يعتذروا، هيدا من أمه للطفل، هيديك من السودة، هيديك من أمها، هيدا كلهم استغفار 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 استغفار. وحطوا هالعلم. الكنيسة ما قبلت، كتار منهم كتار قالوا نعم، وغيرهم قالوا هيدا علم يا خيي، لازم نستغفر. بعدم ما في استغفار في استكبار، و95% بتجي أمراض ما من الاستكبار. مرة واحد راح على قبر الرسول، السلام عليكم، طلع الحبيب وحكيوا مع بعضهم، التفت هيك، انتوا شفتوا مثل ما انا شفت؟ قالوا له ايه كلنا شفنا. دعسوا لي عرقتي احلى ما استكبر. مشان هيك بالجماعة انت طبيب بالعيادة، ثاني يوم عم تكنس الحمامات، ما حدا بعت لك يا دكتور برا، لك اسم، ما في اسم عائلة، اسمك مريم، مريم بتكنس زبالي، مريم بتعمل هيك، مريم بتعالج هون، مريم كل اللي بعملون، بس ماني دكتوره وما عندي القاب وشلتهم كلهم. وانا بمدرسه باسل يونيفرسيتي درست وبغيره، ووقت قدمت اطروحتي لاخذ شهاده طب عندي ناتشورال دكتور، قالوا لي اللي كتبها يعني كانه مش انت، قلت له ايه مش انا، قالوا لي كانه اتس لايك جاد، كانه الله، قلت له ما في الا الله، قال بس ما في مراجع، قلت لها الالوهيه doesn't need footsteps. You are very dangerous يا مريم، قلت له خليكم اياها، ما بدي اياها لا انت ولا اللقب. حطينا بالتروحه اللي كتبتها اسمها ذا هيلر الشافي. From medication to meditation، روح الكتاب هيدا للاطباء. حطوها هلا شلت اسمي، انه هو الحقيقه ما حدا مريم منا موجوده، لا هالكلام من مريم ولا الكتاب من مريم، احنا مش موجودين يعني. لما بتشوفوا ترجع تشوفوا هالصور بتلاقي انه حقيقة احنا كلنا بحاجة نشوف شو عم بصير، لوين رايحين، شو هالأمر، كيف بدك تقدر تشوف هيك. يا الله في قبر، نعم الجسد بده يرجع إلى القبر، وين عم روحنا؟ سبع سنين سبع سنين سبع سنين، كل سبع سنين بيتغير جلدك، كل سبع سنين في شيء كتير بيتغير فينا. يا حبيب قلبي وين بدي روح؟ بتشوفون؟ شوفوا رح اقراهم بالعربي من 1 لـ7. انت ملك، انت امبراطور، منك شحات، انت بتعرف كل شيء، كل اللي بدك اياه بهالسبع سنين موجودين جبتهم معك، بس انا امك ما عم بفهم عليك، بدي ابعتك على المدرسه وتتعلم وجب لك العاب وهيك. من 7 لـ14 بصير عندك شك، من الشك الى اليقين، قد ما فيك يكون عندك شك، ايه نعم انا منين جيت؟ شو ها ايدي؟ شو ها اجري؟ منين اجت هاي؟ يعني كيف هاي بتمشي؟ كيف هاي بتمشي هيك؟ وهاي بتمشي هيك؟ كيف هيدي؟ بتصير تطلع فيهم ايدك، اجرك، كلك. طيب شو يعني انا صبي غير البنت؟ 14 لـ21 بسمونا تين ايجرز، ما بقى في عندك سر برا، رح جوا وما حدا رح يعلمك، ايه انت بتسمع لجسدك وبتعرف شو لازم تاكل، بتسمع له شو طالع عباله، عطشان، تعبان، نعسان، غضبان. انا ما بحب العيال بنت، هي ما بتحبني، بس انا بحبها كثير، بس ما بدي احبها، ما بدي اجيب لك هديه وما بدي اياكي. وهي كمان هيك بتقول من 21 لـ28 بس عندي اكثر اهتمام، طموح وغرور وبيت ومركز، برايم مينستر، بريزيدنت، ليش ما صير كل واحد يكون رئيس جمهورية؟ ليش انا ما بقدر اكون رئيس جمهورية؟ لا لازم تكون رئيس جمهورية، مش وزير ولا رئيس حكومة. ليش ما بتكون بيك فقير روح جوز بنت الملك ولا؟
جوز واحد بي غني. نعم، من 28 لل 35 بدي شي ضمان ولو هلا صخمنا 35 سنه بعمل انشورنس، بس بدي بيت. طيب بيت يعني بنايه، طيب يعني طيب برج، طيب مركز مهم، طيب شي كان يعطيني مصاري وهيك يعني، بس بدي ضمان يعني. باي دين بدي ادخل؟ اقول لكم اي دين احلى من غيره بيعمل لي ضمانات. انت وين سني وشيعي؟ وانت وين كاثوليك بروتستانتي؟ لا يا خيي هودي اغنيه يعني، بدفع اول بيت اروح لعندهم. طيب ما هي هيك. نعم، 35 ل 48 بلش يجي الموت، لازم اروح اصلي واقديس بس يعني. طيب هالصلاه والقداسه وشو بدهم يعملوا لي يعني؟ انا ما عم بفهم. بدي اعمل هناك يعني تمثيليه؟ من 42 ل 49 ببلش الانسان يقول المرأة والرجال بدي فوت على جسد الداخلي بقى. يقيني يقيني ما في شيء برا، هيدا كله بيموت. تفتش على مرشد، على كاهن، على شيخ، على انسان عنده التدين الالهي، وبتفوت بالتوحيد. ولادي ولاد الدنيا. ابني بده يحب مرته وولاده. اكرم اباك وامك، بس بدي احب. من 49 لل 56 لايف از اندينج، عم بينتهي الحياه وعم تجي الموت. اللهم تقبل منا هذا القربان. مع مين بدكو؟ موت او نموت؟ الموت حق، بس من وين لوين رايحه؟ من جسر الى جسر. نيين من له بيت من عنكبوت كثير على اللي بموت. المسيح قال للطيور الى اوكار، بس ابن الانسان ما له بيت. كلنا او سواح أو حجاج أو ضيوف الله، أنت بتختار شو بدك. من 57 لل 70 بيكم إنوسنت، رجع إلى البراءة، إلى الطفولة، تتعرف على نفسك، والمفتاح تأمل حتى فوت بالداخل. فإذا وقت اللي بتشوف إنه هيدي الحياة أنت المفتاح بإيدك، 70 سنة يعني، شو عم نحضر؟ تترك الدنيا كلها، كل ما هو دون الله، وبتفوت إلى البيت العتيق كله. هيدا هو أول مرة أنا رحت على مكة وأنا من خلفيات مسيحية وكنيسة وأبة، ما كنت عارفة يعني، ورحت بطريقة ما فيني إلكم. الله سهل كل الأمور يعني، وبعده بكل لحظة. بس فت نو ماين يلي معي عرفي، قلت لها ولا شيخ ولا تقولي لحدا. إشارة كانت ما إلها كلام، لأنه ماني رايحة وبعرف إنه في إبة وبدي طوف وبدي أعملك. من عرفت أنا فكرة إنه رايحة على كنيسة وفي خوري اسمه شيخ وبدي يعطينا وعظة. بس هي هالبنت صحيح هي ملك، بس هي عندها طريق صوفية. مشان هيك قلت لها ماني أطلب بدك معك، قلت لها إبرو. عرفت بني رايحة مع وحدة ضيقة، عارفة إنه الحجاب والعباية وهيك هيدي غطاء تغطي حالك، تغطي هالطاقة. بس اللي شفته بعدين بالعلم، شفت شو يعني البيت العتيق، شو هيدا هالنور ما إله نهاية. كل كوكب في كعبة بيحكوا مع بعضهم، يتكلم الحجر. هالطواف انت بتطوف هونيك، انا ابدا ما بروح، بس انت بتروح، انت بتطوف بس اخذت معك مريم نقطه المي بتفوت بالمحيط. اذا واحد عم بيطوف هذا انت وانا، واحد بعرفه صادق هذا انت وانا، كذاب هذا انت وانا. وبعدين على كل المجرات بيحكوا مع بعضهم، صمت العارفين. كلنا ما نضيع وقت بقى، لأنه الوقت الزمن هو الموت والكفن، ما في عنا وقت. مشان هيك أنا ما عندي مجاملات، ما عندي تهذيب اجتماعي، عم بهذب حالي من وقت لوقت. هيك بقول مريم مريم انتبه انتبه ما يا البحصة. أيها الحق لم تترك لي صديق، ولكن عندي عشق للكتاب. يا حبيب قلبي بحمل هالكتاب بقول يا الله أنت صديقي وأنت هيك. بقرا كلمة بسكر بسكر، كل كلمة بقراها بقول هالصفحة هالصفحة، هلا هالكتاب هالكتاب. قال له بلغ ايه؟
ما في أي مثل التاني، وكل أي أي أنت خلقت، أي خلقك الله بعيني طلق أي أنت أي. مشان هيك بتقرا يا حبيب قلبي بعفيها بعفيها بعفيها. في وحدة كان عندها حب لإنسان لرجل وانفصلوا وما شافته 50 سنة، قالوا له عم بيموت بهي المستشفى، راحت قعدت حده قعدت حده خدمته وطعمته وكل شيء يا حبيب قلبي، قلت له بتتذكر وهيك هو بكوما غفيان وغشيان وما سمع، بتطعمي وتمسح له وتغسل له وتغير له كلها وبس خلصيت، قالوا له انت مين خدمتي؟ قالت له هالاسم، قالوا له لا هي اللي مات مش هي اللي خدمتي، هيدا اللي كان حبيبك هيدا هو ومثله بالكوما. لقيت بابا عنده طاقة تروح تخدم، عطي الطاقة لإله، قالت خلص عملت اللي عملته إن كان هيدا أو هيدا to be needed، أنا بحاجة إلك مش لأن معك مال أو شيء. I love you not because I need you، I need you because I love you. صديق المهم فرغت قلبها إن كان هون أو لا هون، وصل له مثل الرجال يلي إجا لعند الطبيب وقال له إذا بتريد هيك يعني أنا بدي أروح عند مرتي، قال له بدي أسألك، مرتك بالكوما والزهايمر وما بتفهمشي ومنا واعية وما بتعرفك وهيك كل يوم بتروح عند وياها، قال له هي ما بتعرفني بس أنا بعرفها جسديا، بس تاني الجسد واعي أنا عم بحكيها هون، شو مش بالتراب بالنور. فإذا هالحب اللي بيجي عنا من بعد ما نوصل هيك بالخمسين بالـ65 بعدين خلص، وين الوطن؟ حسن الخاتمة هيدي الآخرة اللي عم نفتش عليها. وقت اللي بتحمل بتقرا بالكتاب يا حبيب قلبي يا حبيبي انت وين بدنا نروح؟ تو بي نيدد، ايه نعم شو اعمل؟ عمره 92 ماتت مرته، قالوا له بناخدك على دار عجزي، يا ريت عندنا هيك دار مش عجزي نسمي بيت الرحمة او بيت ما بعرف اسمك حلو كثير بيت الحق. اخدته هالمرضى قالت له ليش مبسوط؟ يعني بعد ما شفت الاوضه، قال لها مش مهم شو ما كانت اوضه حلوه كثير، قال بس بعد ما شفتك كيف مبسوط فيها، قال لها مش الاوضه اللي بدها تفرحني ولا العفش ولا هيك، هيدا الفرح فيي انا اني اكون مبسوط شو ما شفت، ان كانت اوضه صغيره ولا كبيره عفشتي هيك ولا هيك، انا الفرح فيي مثل الاولاد انه اي لعبه بتعطيني اياها بفرح فيها. نعم هيدي خيارنا. هون صحط هون وقعد هون، شفتوا كيف صار؟ يا هيدا صحط هو كلنا ضحكنا لان مش نحن اللي صحطنا. تعودوا كالاطفال ان ترى هالالوهيه فيك وفيي، وين ما رحت وين ما شفت شو ما اشعت شو ما سمعت، كلنا على هالطريق كلنا حسن الخاتمه. تذكروا وقت اللي بالحرب العالمية قال له بدي روح عند صديقي بالحرب، قال له يا خي ميت ما، قال له لا بدي روح بدي روح، راح وجيب الجتة، قال له جايب جتة، قال له لا وصلت على الوقت وصلت بس شافني، قال له أنا عارف إنك بدك تجي وكنت ناطرك، قعد حده هيك دقيقة ومات، حمله وجابه هالدقيقة يا أخوتي. إذا فينا نقعد حد اللي عم بيتركوا جسمهم وما عندهم حدا تمسكوا هيك وتقول له ما في موت، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، ما في موت فينا موت، جسدك بيرجع للتراب يا خيي ويا أختي، بس نحن ما في موت كلنا من الله بالله مع الله للأبد. بس كيف رايحين؟ عجهنم؟ في جهنم وفي مطر وفي عذاب وفي فرح وفي أمة محمد وفي أمة الشيطان وفي أمة يضاص، انت لوين رايح؟ هلا انت بهي اللحظة وين موجود؟ هلا بهاللحظة الليلة هيك قبل ما ننام حط خد ايه
شو عملت وشو عندك وفرحك وما تحس بذنب، شربت عرق، شربت ويسكي، عملت خطيه، شو عملت بهالمره، شو عملت بهالرجال اللي سرقتنا. يكون عندك ان عملتها، عملها بيقين. دائما الواحد بيقول اليوم ما بدي دخن، خلص ما دخنت، بكره كمان ما بدي دخن، هو يومين عفيت، ثالث يوم عفيت ما دخنت، راح اعطيك سيجاره. هيك ما بدي اشرب خمره، واليوم ثاني يوم ثالث يوم ما راح اقدر خمره، قال له كلا بدي اشرب كيسك. قوم إذا عملناها عن كبد 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 فلت 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 فلت، لا خليها تكون يقين ومنا خطية. طلع بلك تشرب، تسكر، تلعب، شو ما بدك تعمل، بي أوير أوف إت، انتبه إنه عم تعملها لأنك عندك كبد أو لأنك زعلان أو لأنك بتحب تلعب، بتحب تشرب الخمرة، بتحب تدخين. وهالسيجارة اللي عملوها الناس وهيدي من الأرض حطوا لي إياها فيها، وهيدي كي الله إذا أنا ما دخنت هيك كيف بده يعمل الدخان وهيك وهيك. أنت شو بتفكر؟ عارفي واحد قال لهم ضليت اقرا عن الخمرة شو بتضر؟ وبعدين بطلت اقرا. مكتوب. إذا عم تاخذها بفرح وعم تاخذها بمحبة وعشق فيها ما راح تضرها. المرة قالت له يا جوزها ولك بتضلك سكران؟ بتضلك تشرب خمرة؟ هيك لشوف شي كيس شربت منا طيبة. قال لها شفتي قديش عم بتعذب؟ خليها يتعذبوا كلهم. فإذا منطلع ومنقول يا حبيبي شو بدنا نعمل، كتير حلوين. Man is needed to be needed. كلنا بحاجة لبعضنا، كلنا بدنا نشوف انه نحن علينا نعرف كيف نربي نفسنا ونربي ولادنا. وتقول له لابنا ماما عمرك 12 سنة حبيبي بس بدك تدخن، قلي يعني انه انا ما رح اقول لك لا، بس قلي انت بدك تدخن، هي السيجارة بتضرك يعني بتعرف، بس أنا إنه أنا أمك بحب أعرف يعني أنت بدك تدخن وتقول للبابا ومنا ندخن. هلا لي سنتين مبطلت تدخين. خلص أولادنا بهالعمر بهالجيل اللي نحن فيه فلتوا التلفزيونات، الإنترنت، شو عم بيصير؟ ما بقى فيك تيجي تقولي له ماما أنا عم بقرا بالكتاب إنه الدخان يلي عم بيضر. ما فيكو. صاروا بيعرفوا يعني الاشياء اللي بتشوفوها اليوم حول العالم بالمدارس، بالمتايس، بالجامعات، بالقهوه، كلهم بدك تنتبه انه هودي اللي عم بيربوا لي ولادي، لانه ما بقى في ام، ما في عائله. فاذا الكتاب انا والماما والبابا والولاد نقعد نقرا فيه وبنشوف افلام واشرطه حلوه ومهمه كثير لنا وما بنكذب، بنحكي الحقيقه بقدر عقولهم وعلى قد الكبايه اللي بايدهم، وبنعرف انه عم نمر من جسر إلى جسر، من ممر إلى ممر، حتى المقر أي متى ما بنعرف، بس كنا رايحين على البيت ما نسأل أي متى بدنا نروح، أي متى بدنا نروح نعرف. المهم السكة كانت منا علي التري، هلا شلنا هالتري وحطيني على السكة ما بتمشي، من السالكين، مع إنه هدف إنه لازم أوصل بكرة من كل بلد بدي أوصل على الجنة. مرق واحد شاف واحد عم بيصلي ذكر الله الله يشافيه 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 مع هالمسحه، قال له راي عند الله، قال له سال لي امتى بدي اوصل على الجنه. مرق حده لقى في شاب عم بيرقص وسكران وعش، قال له راي عند الله ما بدك شي سؤال. مرق قلت لك راي عند الله، راي عند الله ورجع هيك، قال له لهي الختيار، قال له بخاف اقول لك شو قال لي الله، قال له قل لي رويش ايه عم صلي، قال الله بدك تضلك تروح وتجي قد ما في ورق بهالشجره اللي تحتها، زت المسبحه وسب وغضب وصل لعند الشاب قال له خاف اقول لك شو قال لي لانه هديك بهدلني. ما رد، قال له ما زالك ما عم بترد عم ترقص راح اقول لك، قال بدك تضلك تجي قد ما في ورق بهالشجره، قال له ما قال لك كل الغابه، مبسوط ما بقى عنده زمن، ما عنده وقت، ما عنده هدف، ما عنده غاية، الآن هو الزمان والمكان وعيش بعشق. فريت معه مثل الأطفال، إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت الله. نعم، وإذا عندنا وقت نختمها بحسن الخاتمة بهالهدية. قال في قهوة بتضيع حدنا هيك هون، بتفوت مرات كوباية شمبانيا
طلعت لقيت في رجال قال له انا كمان جاي ومبسوط طبت شمبانيا فيني اقعد حكي. قالت له ايه تعال. قالت له ليش انت عم تشرب شمبانيا؟ شو هذا الصدفة يعني؟ ما في صدفة انه التقينا هيك يعني وقبل الظهر. قال لها ليكي عندي مزرعة الجيش ولك هالدجاجات بجيب لهم هديك. ما بيعرف. صرت احتار شو بدي اعمل شو بدي اعمل. اليوم هالدجاجات عندي هالبيض كله بفقس ديوك بفقس فيران وجيش ومدري شو يعني حبله. قالت له انا كمان اللي كم سنه مجوزه ما حبلت يعني تعذبت انا وجوزي ورحنا من طبيب لطبيب يعني شو بدي اعمل. اليوم رحت لعند الطبيب وقال لي انك حبلت كيسك. قالت له انت هالدجاجات عندك حبله وانت كمان. قالت له انت شو عملت تحبلوا الدجاجات؟ قال انا غيرت الديك. قالت له ما في الحياه ما نصبتي وات اي كوينسيدنس انا حدك. قال انت شو عملتي؟ قالت له انا كمان غيرت الديك. كلنا يعني نكتة مهضومة وبتجي بوقتها يعني. في حدنا طبيب هيدي حقيقة بالأشرفية وحدة راحت لعنده وحبلي جابت ثلاث أولاد. قالت لها أنا إلي ست سنين بتحكم عنده وما حبلت. قالت لها أنا رحت بلا جوزة. نكتة مهضومة وقعدت تنعمل بتشوفوها بتلاقوها مظبوط شو فيها كيف؟ فإذا ما في شيء صدفة بالحياة، نو اكسيدنت باي اكسيدنت. وأوقات كثير بتلاقوا إنه عم نلتقى لأسباب نحن ما فهمناها ولكن لها سبب مهم كثير. ما اجتمعنا صدفة هلا والتقينا بهالتلفزيون من وقت ما تعرفت على نهلة، قالت ابن عمي وابن عمي بالإخراج بالتلفزيون هيك. قلت لها فينا ندفش شيء دفشة؟ قالت لي فإذا إذا بهالملايين اللي عم بتشوف هالحضرة بيطلع شي واحد شي اثنين شي ثلاثة. قال على الفيسبوك كتار يلي بيقولوا هالحديث ما سمعناه لحو بقلبنا. عم بتقول مريم الشي يلي بقلبنا. وأنا هيك بس بلشت أقرأ أقرأ بهالكتب قول أو شو عم بيقول لي أنا ما بقدر أقوله. قلت جايفة هو كله لحني فيه وفينا انطوى بس ما سمعناهن ولا من امي ولا من بيي ولا من المعلم ولا من القوري ولا من الشيخ ولا من الرهبه الا كلام ارهاب وتعذيب وترهيب ما بدي اياهم. ترغيب ما بدي ما ترغبني. خلينا اعطيني مفتاح يفتح فيي هالطاقه. هالمفتاح اذا التامل مش انه نقعد نعمل هيك او يوغا. وصحنا هالكلام كلمه يوغا وكلمه تامل ما بدي اياهم. بدي عيشهم بس. انت عم بتكنس، انت عم بتمسحي، انت عم تجلي، انت عم تبكي، انت عم تضحك، بكل عمل بكل يقين ووعي بتنتبه. عملت هالغلطه؟ عفيك تعلمت. قال له الا عبادك الصالحين، قوي كثير هذا اللي هون على الشمال. سميه شيطان شو ما بدك. بيغضبني 99% 99% انا مغلوبه له، بس بنتبه اني انغلبت وما بحس بذنب احلى ما يغلبني من جديد. بدي اغلبك هيدا. بس تكون تعرف الفرق انه وقت بتحط قناع بيرسونا عندها عارف انك حاطط قناع. بس وقت بتعرف انك حاطط قناع بس تروح بتشيله. فيك تحطه وتشيل. اوقات مجبور تقعد مع الناس وتلبس قناع. بتتذكروا هالملك يلي عطول مكشر وما حدا بحبه. قال له الشيخ بدي انا هديك هديه، رح اعمل لك قناع مثلك تمام بس عم بيبتسم. حط له قناع وعم يبتسم. صار كل الناس تبتسم بس تشوف الملك، تبتسم بس تشوف الملك. صار يحبنا لك وكيف صار وجهه لك وكيف هيك كيف هيك كلهم. بعدين قال له هلا رح شيل القناع. هالقناع غير له وجهه. طلع بالمرايه عم يبتسم. قال له كيف هيدا اللي من برا اثر علي؟ قال له مش القناع اللي اثر عليك. اللي اثر عليك انت استلمت محبة الناس. هي كانت موجودة بس لأنك أنت مكشر. بس لما شافوك وبعثوا لك إياها وأنت ما بقى عم بتشوفون، أنت بس عيونك عم بتشوف، عم بيبعثوا لك ابتسامة، عم بيبعثوا لك ابتسامة، صرت تاخذها، صرت تاخذها، صرت تاخذها، صارت عليك. بأساس نحن بحياتنا كلنا البيرث رايت تبعنا هالفطرة كلنا اطفال وكلنا عنا ابتسامه وكلنا عنا ضحكه وكلنا عنا غمزه وكلنا بدنا نعمل هيك وهيدا شو قصه
لقلقة وعلقلة وعلى مدري شو هيك بنحكي، كلنا بنحب الحكايات والقصص والضحكة ما نكون هالقد جديين ورسمين، لا هيدي ما في حياة، هيدي موت. فإذاً كل واحد منا شو بتحب تعمل اعملها، انت بتحب ترقص، انت بتحب تغني، انت بتحب تكتبي، انت بتحب موسيقى، شو الحرفه والتحفه اللي فيك اللي فينا خلقت، كل واحد منا يجرب هو يحطها ويقول هذا اللي بدي اعمله، الى جانب العلم او الفهم او الاشياء اللي عم تعملها بشغلك بمدرستك بعملك. انا عندي عشق كان للطبخ، هلا عندي العشق الثاني هو الاعلام، الكتابة، نشر هالحب اللي فينا كلنا ونعيشه. ولكن وقت اللي اجى لعندي شاب عمره 33 سنة عم بيموت بالايدز، قال لي جاي يموت عندك، انا طبخت له بالبيت، قعد اسبوع وشفي بامريكا، رح هو هلا هو خلقان بلبنان ورجع امريكا، كل واحد عنده ايدز بيروح لعنده. وهلا اهلا وسهلا فيكم، عندكم بيت الشفا هون وبيتي بيتكم بلبنان، وما بدنا شيء ابدا، لا نستورد من برا ولا مأكولات ولا كتب ولا اصحاب، مما يليك، لانه انما الاعمال بالنيات، مش بس طعام وطبخ، في نويه، في حديث، في سالته وقتها قلت له كيف بتحب تموت؟ قال لي بحب الموت حريق، تلفنت لخليل، قلت له فينا نحرق له جسمه بالخنجاره؟ قال لي، قلت له بنحط لك زيتون وهيك خشب ومدري شو هيك، وعندي زيت بنحط لك زيت، وصار يفكر كيف بدك تحرقيني وكيف هيك وشو بتبوس؟ بدي البس تغطي لي راسي، قلت له غطي لي كلسات اجري وكلها، ويفهم ليش ويقرا. فات لعندي نهار السبت ما فيني الكون هالقد فخده منهم هيك، واخته كبته كانه شي كيس زباله. هو عنده ايدز ولانه جاي لوطي اهله كبوه، قلت له تعمت عنه ما فيني الكم باي صحه وباي جمال، يعني خساره للام العربيه. هالشاب عمل كرسي تقعد فيها تسحب منك كل الطاقات السلبيه وتعطيك طاقات ايجابيه بتوصلك ب 64 مجره. تذكر حاله من 4000 سنة وين كان، وراح لعندهم المايا بس شافوا عنده هيك، كتب تروحته بيبني بيوت بيئية. فإذا كل واحد منا، أنت هيك وأنت هيك وأنت هيك، ننتبه هيك بدنا نعمل. تاني هدا أنا تقبله مثل ما هو وتحبه مثل ما هو بدون ما نحط أي هيك جادجمنت، مثل ما قال المسيح من منا بلا خطيئة فليرجمني بحجر، كانوا بدي يرجموها للمجدلية. وقالت له ما حدا غيرك بحبني، وكبت كل العطر على اجري اللي يضاصر. هيدا العطر حقه مصاري كثير، ناخذهم ونصفهم على الفقراء. قال له الفقراء عندك في كل حين، هي عم تغسل حالها بعطرها، بدنا عطر اعمالنا. وراحت معه على الهند وعاشوا بكشمير. فاذا ترجعوا تقروا مش اللي قالوا المعلم وامك وبيك وفلان وفلان، لا استفتي قلبك وانجيب الكتاب اللي بتحبه وحطه حدك وتقرا هالكتاب، يكون خير جليس لألك، وتسمع الموسيقى اللي انت بدك اياها، وتشوف جسمك دسر عمره 70 80 90 100 120، الهونز عم بعيشوا كانوا 350 من وقت زمان شي 40 سنه، رحت انا وميتشو لعندهم ما في مكنه ما في شيء، هاي هلا بلشت تجي مكنات، صاروا بيموتوا 250 270، في ناس 150 بالمايا وغيرهم، قبل 1000 سنه كانوا. انتبهوا ورجعوا إلى العهد القديم، بس مش بعدد السنين نحن، لا it's not the number of the years، كيف عشنا بكل لحظة بكل عمر بكل سنة، مش قديش أخذت نفس، كل نفس من أنفاسك أنت قديش فيها حياة قديش فيها روح، مش المهم تعيش 70-80 سنة. في طفل بعيش سنة واثنين وبيروح فرح وسعيد وبيرجع إلى الجنة، وفي ناس بيعيشوا 100 و200 و300 وبتتذكر واحد عاش 100 سنة وإجا ملك الموت، قال ما عملت شيء ولو مرة أخذ حد من أولادي، أخذ واحد من أولاده صار عمره 200، قال له بعد في شيء بقي لك 300 400، بعدين إجا ملك الموت
في واحد عمره 18 سنة حفيد حفيد حفيد، قال له أنا هلا بدي أروح، قال له لا، قال له إذا هيدا ماشي بيع ب 400 سنة أنا رح كون مثله. فإذا كل لحظة هي فيها يقظة، وكل لحظة هي عمرنا الأزلي والأبدي والمدد. لم نخلق ولم نموت، ولكن شو عملت على هالممر؟ كل واحد يكون عندك هالوعي، يكون عندك هالصحوة وموجودة فينا. ما تكون من الشعب أنا منحوس وأنا عندي حصاد وأنا، أنت عملتها. المنحوس منحوس لو حطوا على راسه الفانوس. مثل هيدا قالوا له للشيخ، قال لهم هيدا هو بده هيك يكون منحوس، ليكو هيك اليوم الساعة 5 بيمرق على هيدا الجسر، حطوا كيس ذهب هونيك، ما تخلوا حدا يمرق على الجسر. في كثير ما عندهم بصر، أفهم مني كثير. عندهم البصيرة. ولكن هالبصيرة ما بتفتح إلا إذا كنت مع الفتاح، إذا قلت بدك إياها، إذا نصيتي هون، إذا هدفك إنه بدي أفتح البصيرة وشوف. الأطفال بتخلق البصيرة مفتوحة، شو بنعمل فيهم؟ بيصيروا سياسيين من هن وصغار، بلبسهم على ذوقي، بطعميهم على ذوقي، بيروحوا على المدرسة تيطلعوا دكتور ومهندس ومدري شو، ويحملوا ألقاب وام اس وبي اس وتي اس وكلها. شو صار فيهم؟ شوف شو عم بصير. سمعوا كل هالسياسيين مين عنده حل؟ كلهم بيحكوا وما حدا بينطر الثاني، منه حوار من القلب، حوار من الجيب، ومنه حوار يعني. الحمير بتنطر بعضها تتشهني. كل الحيوانات بشهني بغني، الثاني برد عليه. نحن لا، بتقطش المدموزيل اللي عامل ميك اب وحاطه ورده، عم تحكي سياسي وعم تحكي دين. وبيقعد شيخ الدين وبتسأل سؤالات سخيفة كتير، شي خاصة بتحط انت وزوجك وغرفة نومك. شو هالسؤالات؟ الحيوانات كلها ما بتسأل، بيعرفوا طبيعتهم. صرتي بتسألي على التلفزيون، لازم تعريض الدكتور مثل ما بتعمل أمريكا، مننقل كل البرامج. كل إنسان هو عنده بيته، عنده سترته، عنده لغته، عنده طريقته. عندك انت محرابك. الله بيقول لنا يا اولي الالباب وليس يا اولي الالقاب. اللقب هو رمز الضعف والكذب، وعلم ادم الاسماء، والانسان العظيم يكفيه اسمه ويذهب معه الى القبر، وهذا هو الفخر. سياتي زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه، ومن القران الا رسمه. المصلون جوامعهم عامرة في البنيان، وقلوبهم خالية من الإيمان، علماءهم شر علماء، منهم تخرج الفتنة وإليهم تعود. جهل الجهلاء من تقصير العلماء. عطشي بيخدني على النهر، جوعي بيخدني على الأكل. هيك كل الأطفال. نعس بنيمني، أحلى فرش النعس، وأحلى أكل الجوع، وأحلى راحة التعب. فطرة الإنسان، بس الفطرة خطرة ما حدا بدي إياها. وإلا الفطرة حكمت العالم وما بده حدا الحقيقة. انتبهوا، ما بدنا إياها، خلطوا. لا تمنح قلبك لمن لا يقدر قربك، ولا تمنح قلبك إلا لمن يستحق هذا الحق. كيف بدك تكون هيك from heart to heart، من القلب إلى القلب؟ اللي بيعرفك بده جايبتك. خبرتكم يعني لولا قهر الحال، كل اللي تعاملت معهم بأمة العرب وين ما كنت، وانا خاص ببلدي بلبنان، واحد رجع على أمريكا، اثنين ثلاثة هون نهلة هونيك، ليل كتير. شو السبب؟ مليارين مسلم وعربي، ثلاثة مليار، نصف الكرة الأرضية. ما في عنا برنامج، لو ما الشباب هون ما طلع على البرنامج. هيدي حضرة وشافوا انها حضرة ومميزة، لأنه هي من القلب للقلب، في تجاوب، ومني بحاجة يعني أبدا. اللي بدي إياه موجود بقلبي وببيتي، ولكن بدي شارك، لأنه كل اللي عطيونا هالبذرة الصغيرة، وبذرة بتحضر العالم، تعذبوا كتير كل الأولياء، كل المستنيرين، وقالوا تركنا لكم حلم تيبقى معكم، عطيوني بذرة بدي أزرعها. زرعوا فأكلنا، نزرع فيأكلون. إذا كل واحد حامل أمانة يا أخوتي، نحاسب عليها. شو عم تعملوا؟ مشان هيك بقول لكل وسائل الإعلام، مين منكم عنده جرأة يحترم هالعلم؟ وأنا بجي، ما عندي مطرح، نام بالشارع، ما تخافوا، ما بنام بعد الطريق.
ماني طالبه ولا تحطوني باوتيل ولا في، بضل في صديق صديقه، بضل في بيت بدبرني الرزاق، بس يكون في احترام ونحط هالعلم. كل محطاتنا مثل ما نكون شايفين. إذا بحثت عن قلبك ولم تجده، وبحثت عن مشاعرك ولم تجدها، وبحثت عن أحلامك ولم تجدها، واكتشفت أن السارق هو أقرب الناس إليك، فلا تستغرب. الأقارب عقارب. رح أحكي هلأ كم كلمة من إنسان اسمه تاجور. وبحب كون دايماً مع الناس اللي بتجاوب أنا وياهم، مش أنا وعم بحكي على البرنامج، هاي عم بيتسير وهو عم بيجر وعم بيعمل، ما فيني أتجاوب مع ناس هيك أبداً. منا شايفه لا مريم نور ولا شو عم تعمل؟ جاي تتسير وبيتركها تتسير معه، انا بضربها كف وبشحطها، ما بتفهم بيفوتوا على بيتي هيك ناس. بيشحطوا بإجرون هيك، بيشحطوا هيك، ما في احساس بهالعلم بهالمشاعر، ما في عنا اياها. بينطروا شو بعد ياخذ اخر الشهر المعاش، ويا ريتهم عايشين، وين بنصرفوا؟ هوت دوغ وواوا. إذا ما كانوا كل اللي ورا المكانات منك آلة، أنت آية. مش قاعدين هيدا عم بدخن وهيدا عم تحكي وهيدي عم بتشرح بإجرة وهيدا عم بزح الشق، هو ممنوعين. مشان هيك بكل شرق وغرب الأمة العالمية، بأمة العرب ما في جماعة، ما في هوم سكولينج، ولكن بالشرق بالهند بأمريكا بأوروبا أول كلمة نو أرابز نو مسلمز No MSG in the food and no animals. كل كلمة وكل بداية إلى نهاية، البداية والنهاية بقلب كل إنسان عم بفتش على الهداية. وبشكركم.